لماذا في العراق؟ لماذا اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق؟ ولماذا الإعلام بهذه الصراحة من جانب البنتاغون والإدارة الأمريكية؟ يعني أولا أراد الرئيس الأمريكي أن يسجل نقطة لصالحه أو كريدت، فيعني هذه رسالة للشعب الأمريكي والجنود الأمريكيين بعد الذي حصل أمام السفارة وإلى يعني من تطورات اعتبرتها أمريكا أنها مريبة إلى حد ما، وأمريكا لديها فوبيا السفارات منذ 79 السفارة في طهران وفي ليبيا عام 2012، لذلك أعلنتها جهارا لكي يكسب الرئيس الأمريكي ربما كريدت أو رصيد في الانتخابات المقبلة. لماذا في العراق؟ لأنه لا تستطيع أن تطلعه حتما في إيران، والرجل كان مرتاحا إلى حد ما في تنقلاته لأنه اعتبر أن قواعد الاشتباك لم تطاله، فكان يتنقل ويشكل تنقله تحديا للولايات المتحدة الأمريكية. من هنا أقدم الرئيس الأمريكي على هذا القرار الغير حكيم برأيي، لأن الرئيس الأمريكي لا يعرف حتى الآن تداعيات هذا القرار إلى ماذا ستؤدي. دكتور عسكريا حدثنا عن هذه التداعيات. تداعيات أولا كل أمريكي الأهداف الأمريكية في المنطقة بأسرها ستكون هدفا للرد من الجانب الإيراني والعراقي، يعني أدرحت إيران. أنا برأيي إيران لن تباشر إطلاقا بالوقت الحاضر برد، رغم كل الاجتماعات التي جرت في طهران وأهمية اللواء سليماني، لن تباشر إيران بفتح جبهة مع الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، يعني لن تطلق النار على أهداف أمريكية في مباشرة من إيران، من الجيش الإيراني على أهداف أمريكية في الخليج، ما دامت الأرض الإيرانية والأجواء الإيرانية والمياه الإقليمية الإيرانية لم تطال. أما كان مسرح العملية العراق، فأنا أتصور أنه في المرحلة الأولى سيكون الرد أولا بواسطة أذرع إيران على الأهداف الأمريكية الموجودة في المنطقة وفي العراق، أهداف يعني أمريكيون كثر، يعني قواعد عديدة تشكل أهدافا للحشد الشعبي العراقي. ثانيا في سوريا كذلك أذرع إيران فعالة وتطال ممكن الأهداف الأمريكيون الموجودون في تطال الأمريكيون الموجودون في سوريا، وهذا الهدف الأساسي. هناك في العسكر وفي العلوم العسكرية هدف سنوي يمكن أن يكون إسرائيل. من أين إسرائيل؟ من جنوب لبنان. أستبعد ذلك لأن فتح جبهة جنوب لبنان ستكون عملية كبيرة تجر المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية. يمكن أن يعني تسأل أو الأحرى ترد إيران بواسطة وكلائها على الجولان المستل. هذا يعني في المتح في الوقت الحاضر، إنما أقول هي كرة تنش، كل الموضوع يتعلق بالرد على الرد. هل سيكون هناك رد أمريكي على الرد المرتقب من قبل إيران في خارج في المسرح العراقي أو السوري؟ هذا هو السؤال. هل سترد أمريكا؟ نعم، ربما حسب استنادا إلى الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها. إذا عادت إلى أمريكا عشرات النعوش من الجنود الأمريكيين، فلا مناص لأمريكا وللرئيس الأمريكي من الرد على هذا الرد المرتقب بعملية أوسع، وهكذا كرة التلج تتوسع وتهدد بحرب إقليمية في المنطقة، وهذا ما أشارت إليه روسيا والصين اليوم. سيادة العميد هشام، يعني عندما يتحدث وزير الدفاع الإيراني بأن بلاده سترد بشكل قوي وفي وصف آخر مزلزل وقاسٍ،
هل يمكن أن يكون هذا الرد مقتصر فقط على الأذرع الإيرانية وليس على يعني القوات المسلحة الإيرانية بهيئتها وقواتها؟ لا، بالوقت الحاضر نعم، هذا لا أتصور. إيران لن تستعمل قواتها المسلحة مباشرة ضد أهداف أمريكا، لأنها تدرك أن حربا بين أمريكا وإيران ستكون لها عواقب قاسية جدا وتداعيات. ثانيا، أمريكا هي صرح الرئيس الأمريكي أنه لا يريد الحرب، وقد علمتنا الأحداث التي جرت والتحديات التي جرت أن الحرب مقتصرة بين أمريكا وإيران على الحرب الاقتصادية والحرب النفسية والحرب الاستخباراتية، واستطرادا الحرب العسكرية بواسطة الأذرع وليس مباشرة. وهذا ما حصل في اليمن، وهذا ما حصل في العراق في الأيام الأخيرة، وما يحصل في سوريا. أما تدخل إيران المباشر، أنا برأيي سيكون في المرحلة الثانية إذا تطورت الأمور. أن قصف القواعد الأمريكية في الخليج أو السفن الأمريكية في الخليج من قبل قوات إيرانية مسلحة سيؤدي حتما إلى حرب إقليمية واسعة، وسيفتح جبهة جنوب لبنان التي هي الأخطر، يعني برأيي سيفتحها تلقائيا. دكتور نعم، دكتور، أنت شخصيا تتوقع أن يأتي الرد الإيراني قريبا أم أن الرد سيتأخر وسيكون متأنيا بشكل كبير؟ سيكون متأنيا ومدروسا، سيكون سريعا وليس متسرعا، وليس ثأرا بمعنى الثأر أو معنى الانتقام. سيكون الرد سعيا إلى تحقيق أهداف سياسية وعسكرية واستراتيجية مهمة، منها أولا البحث في الوجود الأمريكي في العراق، يعني دفع العراقيين أو البرلمان العراقي والشعب العراقي والحكومة العراقية إلى بحث الموضوع الوجود الأمريكي والطلب إلى أمريكا مغادرة العراق. ثانيا عسكريا، إذا تم يعني شعرت القوات الأمريكية أنها في خطر في العراق، فأنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي ربما سيعمد إلى الانسحاب من العراق كما حصل في لبنان بال 83 مع المارينز أو غيره، لأن الرئيس الأمريكي كل ما يهمه هو عدم إعادة الجنود الأمريكيين في نعوش، بل إعادتهم سالمين إلى بلد. ثانيا، الهدف ربما أقول سينتج عن ذلك الرد والرد على الرد انسحاب إيران من الاتفاق النووي بعد أمريكا. ستكون الدولة الثانية التي تنسحب من الاتفاق النووي وتعلن يعني سعيها ربما إلى اقتناء سلاح نووي. دكتور دكتور، أخيرا الآن لدينا عاجل. البنتاغون، الجيش قتل سليمان بتوجيه من الرئيس كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج، كيف تعلق على ذلك دكتور؟ هذا شيء طبيعي، ما هو بنتاغون يعني منظومة إدارة الرئيس، والرئيس الذي أعطى الأمر وهكذا أعلن، ويعني هو تبرير للقرار. أما سليمان يهدد يعني يشكل خطرا على الجنود الأمريكيين في العراق بشكل هو مباشر، أنا لا أعتقد ذلك. اللواء قاسم سليماني كان هو المسؤول يعني عن كل نشاطات إيران في الخارج كما نعلم، وكان يتنقل بين سوريا وبين العراق وبين مناطق أخرى، يعني وكان هو لم يكن يدري أن يمكن أن يطال، مع أنه رجل أمن ورجل مهم ويدرك أهميته، لم يكن يتصور أن تبلغ يعني الجرأة أو التهور من الجانب الأمريكي إلى استهدافه شخصيا. أخيرا دكتور، الذي حصل نعم، أخيرا خامنئي يعين إسماعيل قاني خلفا لقاسم سليمان، هل هناك أي معلومات عن إسماعيل قاني؟ نعم، هذا الرجل، نعم، هذا السيد إسماعيل قاسم، السيد إسماعيل حسن إسماعيل هو نائب قائد الحرس فيلق القدس، وهو يعمل كقائد معروف في إيران أيضا، وكان اليد الأحد
يعني اليد اليمنى الأساسية للواء قاسم نعم. سليماني. يعني استطاعت أمريكا أن تزيل قائد بأهمية قاسم سليماني، إنما أعتقد أن الحرس الثوري وخاصة فيلق القدس كان مستعدا لهذا الحدث ربما، وقد نعم. تعرض قاسم سليماني 18 مرة لمحاولات اغتيال ربما مش من أمريكا، ليس من أمريكا مباشرة، في أكتوبر الماضي تبين نعم. أنه كان هدفا لمحاولة اغتيال، فهذا مرتقب، ومن الطبيعي أن يكون هناك تهيئة لقائد بديل وأكثر من قائد بديل، وهذا حسب الله يا عزيزي في لبنان. يعني اختار إسرائيل السيد عباس الموسوي، ثم أتى السيد حسن نصر الله، اختالت عماد مغنية، ولم يتزعزع حزب الله وبقي على قوته. نعم، العميد الركن الدكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، شكرا جزيلا لك.